صحة شريبتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من 11.3.3. حاسيل وجماعة الدومين يعطيهم الصحة، ممثلين، فريق تقني، منتجين، مخرجين، برافو. هذا تقطيقو، أما فلاقو الأمور ما تعجبش بالكل. هاو فلان ما عجبتوش فلانة وطلع يسب فيها في الراديو، والآخر خرج لها في التلفزة رجع عليها. أي فلانة ما عجبتليش فلانة وبدأت تتكلم، والآخر كتبت لها على الفيسبوك. حاسيلو مش خليكم مع زابينك، تزيدوا تفهموا الحكاية. أهلا وسهلا بكم في زابينج التاسعة تيفي. نبدأ اليوم بالعلاقة الطيبة اللي تجمع الفنانين التوانس واللي تظهر بصفة جالية في هالشهر الفضيل. وأولهم حاتم الجيزاني ما عنده حتى مبدأ في الحياة. أساس لتصر متاع الكوميديا ينجم يكون لطفي العبدلي. لمين مازال حاطت منشفة فوق راسه وناي عالة وليلة وليلة أكا هاو ما تطورش. مريم بن ميمي هذي أنا هي بن ميمي. والله يهديها سامي العملة هذه، خاطر لو كان خليها في حانوت الصطاد نتاعها خير. العالم حتقطع بعض ابو حميد. الشيف جعفور بعد مغامراته الاوروبيه استضاف المره هذه زوج سودانيات استقبلوه استقبال حار جدا. لكن يعني من الزوج لازم تلتزم بمواعيدك. انت انسان ما ملتزم. مو ملتزم ما والله انا اما بعد عادت المياه لمجاريها وتم تبادل الثقافات والاغاني بين البلدين. السودانيه محلاها وعلى بابا جلول. الجور بو يحنن وبعده يجنن الهين. نواصلوا اليوم على الكاميرات الخفية عبر العالم واللي ما فيهاش خوف حتى طرف، وفي الصين مرة أخرى مع كاميرا كاشي اسمها بريكا وكارتوشا. رد بالك ما استعملها رمضان الجاي وتعيط في حلقة منها لصاحبي جوين. يا معلم اسمعني سلاحي وين؟ عطيني سلاحي. نمشيو للوطنية 2 والشيف رفيق اللي عطانا طريقة غريبة باش ما نقولوش عجيبة باش نظف الحوتة وتنحي لها أحشائها. كيفاش نحلوها؟ باش نحلوها على اليمين وعلى اليسار من سلسولها، نخرجوا النسخ نتاع الحوتة والمصارة نتاع الحوتة باش نخرجوهم من فوق. عاد يطاهولوا من لغاليبو. من هنا على اليمين وعلى اليسار نشقوا السلسول. ايه رايك بيفتح السمكة؟ ملقاش الخاتم. على قناة الحوار الشقيقة وصلنا متابعة الوصلات الفكاهية اليومية لنجم الشاشة عربوش، واللي كل نهار تزيد تتحسن من ناحية جمالية وتعطينا أكثر ضحك ونقد هادف. قالك يا سيدي واحد مشى للسينما هما تذو ولا يبكي، قالوا علاش تبكي؟ قالهم في بينيش بالمبيت. واحد زاد حاب يسترجل، قالوا شنو لونك المفضل؟ قال لهم روز مينيتير. واحد زاد حاشاكم وحاش اقدركم قالوا شبي ما عندكش لحيه؟ قال لهم طلعت لامي. والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبه وعمال. نختم جولتنا اليوم مسلسل حكاية تونسية، وين أبدع الممثل توفيق العايب في أداء دور رجل البيت بكل إتقان. ما تنكت ما عندك كان الرجال مدام مينوش؟ أيوة يا توتو على واحدة ونص شحيحة وبيبوزها أنت. يلا 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 شدوا بيوتكم يلا. استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه دار هذه ملا أجواء فيه. لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر يا أمو المطاهر. والسلام عليكم ورحمة الله. البرنامج ده دامر حيفضل طول عمره دامر. اديني نشرة الأخبار يا معلم. سيدتي سادتي عمتم مساء وأنا وسهلا بكم في هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالأخبار السياسية، حيث ألقى الوزير والنائب السابق سيد أحمد إبراهيم خطابا حماسيا بين أنصار حزبه، ندد خلاله بما أسماه تهميشا للمؤسسة العسكرية في الأعمال الرمضانية. يا ودي اسمه لي جاي باللازم أبو الحرام، يا لو كان من هنا رمضان الجاي ما يعملناش مسلسلات تاكا جيش كما عملتوا مسلسلات تاكا البوليسية
مانيش حمد ابراهيم كان الحكومه هذيا ما نطيهاش. واسمعني يا باجي، راهو قلبي يغلي ويتشتش كي الحوت المرزوقي، راك عملت لي الغصه في عينيا والبوذ بيه في راسي. واسمعني جاي يا باجي باللازم ابو الحرام، لو كان من غدوه ما تعطيش لوامر باش يبدا تصوير برامج باش نقولك عليهم من تو ما تنكر روحك. هاي سيدي هاي شد من عندك، هاي برامج رمضان تام الجاي. اولا نحب مسلسل جيش حاله عاديه، ونحب كذلك من بعده مسلسل ليله الرافل، وبرنامج غني للثكنة، ومسلسل أولاد الكمبة، وأخيرا نحب برنامج تلعب اسمه جيش بيش. وحتى في الإشهار ما تعدى كان وما ضط جنيه، وما كانش لتقول لا بشبوش لا صيد ولا نمر، والكل قاعد يقال جايش جايش. وفي مجال آخر أدلى الإعلامي على الشاب بتصريح لزملائنا في إكسبرس أفام، عبر فيه عن استيائه من عمليات السرقة المتعددة التي تعرض لها برنامج عندي ما أقول لك خلال شهر رمضان المعظم. شوف يا أخويا زهير، هو لو كان جاء الموضوع حالة معزولة واثنين ما نتكلمش، لكن يا أخي بكل هالمسلسلات هذه مسروقة من برامج عني ما نقول لك، وهذا ثابت وموثق. أولاد مفيدة مثلا، هذه مفيدة هزوها من قدام استوديو هربوني بها قبل رمضان بشهرين، حالة بتاع أثبات نسب عادية جاية باش صور برامج عندي ما نقول لك، هربوا بها وصوروا بها مسلسل. باي مثلا توكي نحكيه على ليلة الشك، كيف كذلك نفس الشيء، الحالة بتاع طفل بيرم هانا اللي جبت العادي في برامج عادي ما نقول لك، هانا بيدي اللي عملت له التحاليل متاع العديان، ومن بعد يجيوا كل من سيماجدي سميري وسيناجيب القاضي يخطفوه من يدي من قدام الكليك، قال شنو هذا ولد الرزروق وبش يصوروا به مسلسل. لا هذاك سامحوني يزي معاش النجم، انا هكا وانا بش نقول اليوم قدام 24 مليون تونسي من هنا رمضان الجاي السيناريوهات الكل بش نولي نكتبهم انا بيدي، واللي يحب على مسلسل يتفضل نبيع له، واللي بش يعاود العمايل هذه انا والله العظيم والله لما نمرمدوا قدام المحاكم هيا سيدي احترمونا يا سيدي شنو اللعب الماسط هذا. وما حلول عيد الفطر عاده الله علينا وعليكم بالبركة، وجاء زميل العالمي سفيان بن حميدة بكلمة للشعب التونسي لتهنئته بهذه المناسبة المباركة. أولا يعني أخواني أخواتي المواطنين، بمناسبة الكلمة اللي أعطاها مفتي الجمهورية وبعد مشاهدة هلال شهر رمضان، حبيت نتوجه لكم بهذه الكلمة باش نتمنى لكم رمضان 2012 مبروك، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا، وكل عام وأنتم مشاهدينا الأعزاء. إذن يمكنكم متابعة كامل هذا الخطاب الذي يدوم 23 ساعة على موقعنا وعلى صفحتنا الرسمية على اليوتيوب. هكذا سيداتي سالتي نكون وصلنا نهاية هذا الموجز الإخباري، لكم منا أحلى تحية، وأترككم في أمان الله مع أخت لبنى وبقية برنامج 11393. كيما العادة والعويد عودناكم كل يوم ندخل الجو الكوليس، رابيين انتم كلكم عمك من غير ما خيرك السلام عليك مركع رابيين سلامية مل بالله مش نعمل ملعبة ولا ندخل تحت الملعبة كيف دي؟
كنا رفض قرد معه سيسونا عمقية عاد لنترزو فيه وما عاش يولي عنا ليلة الشك اثنين انتو كا من نجمو كان نشجعوه حتى هو من مواهب شابة كيفي ايا برا نحتفلو تعطيني زوميكس اليوم نطيب على شهوتي انا خاطر انا سبيشالتي مقارونة مقارونة خاطر انا سبيشالتي مقارونة 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 كل ما تتعدى حلقة من 11.3.9.3 نبدأ نتحاصر خاطر العيد بدأ يقرب وما عاش باش نقابلكم 11.3.9.3 متاع اليوم وفات نتقابلوا غدوة في نفس الوقت